بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بعد ما رأينا في الحلقة السابقة مفهوم الاستقصار أو توضيح استقصار الدارة الكهربائية، نتكلم في هذه الحلقة عن أنواع الاستقصار. إذن لدينا التركيب الآتي. لاحظ أننا رسمنا مخططا لدارة كهربائية ذات مصباحين مربوطين على التسلسل. في الحالة الطبيعية، الحالة العادية، يمر الكهرباء من القطب الموجب إلى المصباح الأول، ثم إلى المصباح الثاني، وهكذا، ويعود إلى المولد عبر القطب السالب. لكن نحن ماذا سنفعل؟ سنقوم باستقصار لأحد المصباحين، وما سنراه لاحقا في التجربة. إذن نحضر سلكا ونضعه على طرفي المصباح الأول. ماذا يحدث هنا؟ سنلاحظ بأن في هذه الحالة التيار الكهربائي سيمر مع هذا الطريق مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة. إذن يسلك الطريق السهل، يمر مع السلك ولا يمر في المصباح. بما أن هذا المصباح لا يمر فيه، صار وكأنه غير موجود في الدارة، صار مستبعد. إذن نقول صار المصباح مستقصرا، ولكن التيار سيمر مع هذا الطريق ويمر إلى المصباح الثاني. ولكن كيف يكون توهج المصباح في الحالة الثانية؟ يعني حينما نستقصر هذا المصباح، هذا ينطفئ وهذا تزداد إضاءته. إذن تزداد الإضاءة مثل ما قلنا، لأن يتحمل المولد لوحده. قبل الاستقصار كان المصباحان يشتركان في المولد، الآن هذا المصباح صار مستبعدا، فبالتالي يصير الحمل كله على هذا المصباح، ولهذا تزيد الإضاءة. زيادة الإضاءة تعني أن التيار زادت شدته، التيار الذي يمر في الدارة زادت شدته. إذن هذا توضيح لمسلك الكهرباء. نوضح ما قلناه بالتجربة. إذن نتابع. أحضرنا مصباح يتوافق مع، أو ربطنا مصباحين معذرة على التسلسل، سنلاحظ ذلك في التركيب. إذن المولد لدينا دلالته 12 فولت، المصباحان متماثلان دلالة كل منهما 6 فولت. إذن فهما يتكافئان، مجموعهما يتكافئ مع المولد. إذن لاحظ أن الإضاءة عادية للمصباحين، إضاءة عادية. لاحظ أننا نستعمل دائما صوف الحديد لتوضيح ماذا يحدث في حالة الاستقصار الكلي. إذن سنستقصر أحد المصباحين، المصباح الأيسر مثلا أو الأول، نستقصره ونلاحظ ماذا يحدث. إذن نضع سلك على طرفي المصباح، لاحظ ينطفئ المصباح الأول وتزيد إضاءة. لاحظ جيدا، انتبه إلى زيادة الإضاءة، زيادة إضاءة المصباح الثاني، مما يعني أن التيار زادت شدته. لاحظ أن صوف الحديد يتحمل هذه الشدة بشكل عادي، لا يحدث له أي شيء. سنعكس، يعني سنستقصر المصباح الثاني بدل الأول، نضع السلك على طرفي المصباح الثاني، لاحظ إذن ينطفئ وتزيد شدة الإضاءة في المصباح الأول، معناه زادت شدة التيار. إذن وسلك صوف الحديد لا يحدث له أي شيء، فهو يتحمل هذه الشدة. سنستقصر الآن المصباحين معا، انظر، سنستقصر المصباحين معا، لاحظ، ستلاحظ بلا شك انطفاء المصباحين معا واحتراق سلك صوف الحديد. لاحظ جيدا، نعم، إذن انطفأ المصباحان وبدأت بدأ سلك صوف الحديد في الاحتراق كما تلاحظ. إذن هذا الذي يحدث في الاستقصار الكلي. هنا استقصار جزئي لا يؤثر على المولد، يعني لا يسخن المولد، لا يسخن صوف الحديد، لكن في الاستقصار الكلي يحدث سخونة المولد ويصبح معرضا للخطر. إذا نمر إلى الحالة الموالية،
هذه المرة سنأخذ دارة كهربائية ذات مصباحين مربوطين على تفرع. في الحالة الطبيعية يعني إذا لم يكن في هناك استقصار، التيار يخرج من القطب الموجب ثم يجد فرعين فيتفرع عليهما، إذا فرع يمر في المصباح الأول وفرع في المصباح الثاني، يخرج التيار من المصباحين يلتقي من جديد في شكل تيار أكبر وهو مجموعهما ليعود إلى المولد من الجهة السالبة. هذا في الحالة الطبيعية. عندما نضيف سلكا كما تلاحظ في التركيب، يعني هكذا سنحدث استقصارا للمصباحين. هنا سيكون الاستقصار كليا، التيار سيخرج من القطب الموجب من المولد، يسلك هذا المسلك، لا يمر على المصباحين رغم أنهما موصولين، لا يمر عليهما لأنه وجد طريقا أسهل وأقصر. إذن استقصرنا المصباحين، إذا استقصرنا المصباحين في هذه الحالة، لا يمر الكهرباء لا في المصباح الأول لا في المصباح الثاني، قلنا لأنه وجد طريقا أقصر وأسهل فيمر مع السلك ويواصل رحلته ليعود إلى القطب السالب. هنا الاستقصار كليا، وهنا على من تكون الخطورة؟ أكيد ستكون الخطورة على المولد وليس على المصابيح، نرى ذلك بالتجربة. إذا ها هي تجربتنا، فيها المصباحين مربوطين على التفرع، المولد مضبوط على 6 فولت كما تلاحظ، والمصباحين دلالة كل منهما 6 فولت، إذن ستكون الإضاءة عادية عند التوصيل، وسلك صوف الحديد لا يحدث له أي شيء في هذه الحالة، نعم إضاءة عادية لكل من المصباحين. هنا إذا استقصرنا أي مصباح يكون الاستقصار كليا، سواء تستقصر المصباح الأول أو الثاني. إذا نلاحظ سنستقصر المصباح الأول أو الثاني، إذا ينطفئ المصباحان معا. هنا سيسخن سلك صوف الحديد وقد يحترق، نعم يعني هنا تلاحظ أنه في التجربة الأولى لا يحترق لأن كمية السلك كبيرة يعني تتحمل الكهرباء الذي يمر. إذا الحالة العادية يتوهج المصباحان، نعم كما تلاحظ نقوم بالاستقصار ينطفئ المصباحان، ستلاحظ بأن السلك سلك صوف الحديد يسخن وقد يبدأ في الاحتراق كما سنبينه في التجربة. لاحظ يعني هنا بدأ الاحتراق لصوف الحديد، مما يدل على أن التيار الذي يمر يعني لا يستطيع أن يتحمله. فهنا قلت وجود صوف الحديد فقط لنبين مدى الخطورة على المولد، يعني إذا لم يكن هناك صوف الحديد سيسخن المولد ويكون هو المعرض للتلف. إذن خلاصة الموضوع، ماذا نستخلص من تجربة الاستقصار الجزئي والاستقصار الكلي؟ يعني متى يحدث الاستقصار الكلي ومتى يحدث الاستقصار الجزئي وما تأثير كل منهما؟ إذن فالاستقصار الجزئي نتكلم عليه عنه في الربط على التسلسل، يعني لما يكون لدينا عناصر مربوطة على التسلسل نكون أمام استقصار جزئي مثل ما هو في هذا المخطط. يعني حينما تستقصر أنت المصباح هذا يصبح هذا في حالة استقصار كأنه غير موجود في الدارة. الآن العنصر الذي يليه وهو المصباح الثاني يتحمل عبء الدارة وبالتالي قد يكون معرضا للتلف. إذن فالاستقصار الجزئي خطير على التركيبات الكهربائية أو على مكونات الدارة الكهربائية، في حين أن الاستقصار الكلي في حالة الربط على التفرع كما تلاحظ هنا، الاستقصار الكلي يستبعد العناصر الموجودة في الدارة وبالتالي سيكون الخطر على المولد كما نلاحظ هنا. لا يمر التيار في الأجهزة الموجودة في الدارة وإنما يمر مباشرة في الأسلاك إلى المولد، وبالتالي يكون المولد هو المعرض للخطر. يعني إذا أردنا أن نسقط هذا التجارب على الواقع، فواقعنا مثلا التركيبات الكهربائية الموجودة في السيارة أو التركيبات الكهربائية الموجودة في البيوت